إله الواحد أمين. اليوم هو 12 مسرة، وهو في كل 12 من كل شهر بتعيد الكنيسة بتذكار رئيس الملائكة الجليل ميخائيل. والملائكة لهم دور في حياتنا وفي حياة الكنيسة، وأيضا في الكتاب المقدس في أكثر من موضع ذكر دور الملائكة في العهد القديم أو في العهد الجديد. لكن أهم ما يذكرنا في الملائكة أولا عمل الصلاة والتسبيح الذي يقوم به الملائكة. الملائكة يصلون ويسبحون لأنهم موجودون أمام ربنا دايما، وفي حالة وقوف أمام الله بصورة دائمة في التسبيح. لذلك وقفهم قدام عرش ربنا هو علامة عن الصلاة والتسبيح. أيضا الملائكة من أدوارهم هو رفع الصلوات، صلوات البشر وطلباتهم أمام الله. وزي ما الملائكة دول طغمات، رؤساء ملائكة وملائكة وشاروبيم وسيرافيم وقاروبيم، كل الطغمات بتاعت الملائكة دهيت، لكن كل له عمل في التسبيح والوقوف أمام العرش، وبيرفعوا الصلاة، صلاة البشر بكل طلباتهم. ويمكن سمعنا عن الملاك في العهد القديم اللي هو ضرب من جيش سنحريب 185,000، وكان نتيجة طلبة الشعب أنه ينقذهم من يد سنحريب وجنوده، فالله أرسل هذا الملاك. كمان الملائكة لهم خدمة في وسط البشر، يقولهم أرواح خادمة ترسل لأجل العاتتين أن يرثوا الخلاص. فالملائكة لهم دور في حياة البشر أيضا، فإنهم في المعونة، ومش بس في رفع الصلاة لكن أيضا في المعونة والطلبة، أنهم يحرسوا. علشان كده في تقليد جميل في الكنيسة أن كل إنسان معمد ربنا يعين له ملاك حارس في حياته. وفي بعض في بعض الطلبات وفي الصلوات مش مذكورة في الأجبية يقولوا إيه مثلا، يقول في البسالمودية: يا ملاك هذا اليوم الطائر إلى العلو بهذه التسبيحة أذكرنا أمام الرب. وبعدين يطلبوا طلبات، يقولوا: المرضى اشفيهم، والحزانة عزيهم، والذين في شدة يا رب أعنا وإياهم. فالملائكة بترفع الصلوات عننا وبتصلي لأجلنا، تصلي لأجل كل مريض، تصلي لأجل كل إنسان في ضيقة. لذلك هم أرواح خادمة ترسل لأجل العاتدين أن يرثوا الخلاص. فالملائكة زي ما بيرفعوا الصلاة وزي ما بيكونوا معونة للناس، بيرفعوا طلباتهم أمام ربنا، أيضا بيكونوا نوع من المعونة في وقت الشدة ووقت الضيقة لكي يخلص الله أيضا البشر. الملائكة ذكر في أكثر من موضع، وظائفهم كثيرة في سفر الرؤيا. كمان نقرأ عن ملائكة الضربات والختوم. فسفر سفر الرؤيا مليء بذكر الملائكة وأعمالهم وأدوارهم. لذلك دور الملائكة قبل الدينونة ووقت ميعاد مجيء المسيح هيكون كثير لهم دور. يقول كده في سفر الرؤيا إن هو هيرسل ملائكته ليجمع مختاري الله من أقاصي الأرض. فده إحدى أدوار الملائكة هتبقى قبل اليوم الأخير. ويقول أيضا في سفر الرؤيا إن الملاك سيبوق في اليوم الأخير، ويقول إن يوم الرب قريب. فأيضا دور الملائكة هو إعلان البشر بمجيء المسيح في مجيء الثاني مرة أخرى. لذلك فالملائكة لهم دور أيضا في المجيء الثاني وفي خدمة العاتتين أن يرثوا الخلاص، أنهم يجمعوا هؤلاء المختارين من أقصي الأرض. كمان مش بس كده، ده ربنا في سفر الرؤيا شبه أسقفة الكنائس السبعة بالملائكة. يقول: أكتب إلى ملاك كنيسة ساردس، أكتب إلى سياترا، ملاك كنيسة سياترا، وهكذا. كان لقب أسقفة الكنيسة بالملائكة، لأن الملائكة زي لهم دور أيضا في خدمة البشر
والأساقفة لهم أيضا دور في خلاص البشر وفي تعليمهم. علشان كده في سفر الرؤيا لقب أساقفة الكنائس بالملائكة، هم ناس بشر عاديين لكن ربنا إداهم اللقب هذا الملائكة. الملائكة اللي إحنا عارفينهم أو التقليد ذكر عنهم اللي هم السبعة رؤساء الملائكة، أشهرهم طبعا ومعروفة أساميهم زي الملاك ميخائيل اللي بنعيد به النهاردة في 12 من كل شهر، وخصوصا هذا العيد يأتي لأجل مياه الأنهار. يعني في تبدأ أشية طبعا حسب القراءات والطقس القبطي في مصر دلوقتي وقت صعود مياه الأنهار في أغسطس. علشان كده الأمثال اللي بيقولوها في مصر يقول لك إيه، في مصر تتملي كل ترعة، يعني كل مكان أو تتملي لأن المية بتفيض في الوقت ده في مصر. ففي تقليد كده جميل يقولوا إن الملاك ميخائيل هو شفيع الأنهار وشفيع المياه، تتشفع كانت به الكنيسة لأن كانت الأرض بتبقى جدبة ومحتاجة مية، فكان الشعب يتشفع بالملاك ميخائيل في عيده اللي هو يوم 12، وكانت الناس تطلع على ضفاف نهر النيل. لما تقروا كده في التاريخ ده بتاع العيد ده هوت، كانت الناس تطلع في الوقت ده. طبعا العيد ده كان أصلا له جذور فرعونية برضو، في نفس الوقت كان المياه بتفيض، لكن زي ما احنا عارفين ان الكنيسة لما دخلت المسيحية دخلت في مصر زي عمدت بعض الأعياد، يعني خدت أعياد كده من اللي الناس كانت واخدة عليها بس ادتها صفة روحية. فكانت الناس تطلع في هذا العيد في 12 مصر، كانوا يطلعوا علشان مياه الأنهار في هذا الوقت وكانوا يحتفلوا به. فالملاك ميخائيل هو أيضا شفيع الأنهار أو المياه. كمان الملاك غبريال، الملاك غبريال هو شفيع البشارة اللي هو بشر العذراء مريم، وكان هو شفيع التجسد الإلهي، يعني أو خادم التجسد الإلهي من قبل الملائكة السمائين، هو اللي بشر العذراء مريم ببشارة الخلاص. الملاك سوريال هو الملاك اللي نسميه الملاك المبوق اللي هو بيبوق في اليوم الأخير أو ينذر الناس بالمجيء الثاني. فالملائكة دول أشهرهم. طبعا في رتب في الملائكة زي الشاروبيم وزي السارفيم المملوءة أعينا دليل على المعرفة، وهم الوقوف في التسبيح أمام الله ويسجدون أمام الحي. فدي برضو رتب أخرى، في زي ما بنذكر في القداس الربوبيات أو الأرباب أو القوات، دي كلها أنواع من الرتب السمائية في صفوف الملائكة. ولا نعرف عدد الملائكة عشان نقول ألوف ألوف وقوف قدامك يمجدون ويسبحون، فلا نعرف أعداد الملائكة دي كلها، لكن كل اللي نعرفه أنهم يقدمون التسبحة والصلاة. طبعا أيضا الملائكة رمز للطهارة والقداسة، زي ما السيد المسيح إدى المثل لما سألوه قالوا له هل في زواج في السماء أو في لمن تكون، قال لهم لا يزوجون ولا يتزوجون ولكن يكونوا كملائكة الله في السماء. فالملاك هنا هو كان رمز لحياة القداسة وحياة الطهارة في حياته أمام ربنا، فربنا شبههم بكده قال لا يزوجون ولا يتزوجون ولكنهم يكونوا كملائكة الله في السماء. فيبقى الملاك رمز للتسبيح، الملاك رمز للمعونة، الملاك أيضا شفعته من أجل احتياجات الناس كالأنهار ومياه النهر، أيضا الملاك هو رمز للقداسة، أيضا الملاك رمز للدفاع عن المؤمنين في ضيقتهم زي ما حصل مع ملك سنحريب في العهد القديم وزي ما هيحصل مع المؤمنين قبل مجيء المسيح. بركة شفاعة الملاك ميخائيل وكل صفوف الملائكة تكون معنا، ولإلهنا كل مجد دائما من الآن وإلى الأبد. آمين.